هل يصح القول إن التفرق من مجلس العقد مرجعه إلى العرف؟ هي نعم، مرجعه إلى العرف إن كانوا في منزل ففي خروجه من المنزل أو صعوده إلى السطح، سطح المنزل، وإن كانوا في سيارة إذا نزل منها، إذا نزل من السيارة تفرق، فهو يختلف اختلاف الأمكنة. وإن كانوا في بر فإذا مشى خطوات، إذا قام من المجلس ومشى خطوات، هذا تفرق. نعم.